إذا كنت من المتابعين الجدد لقناة وصفة سحرية، فأدعوك للاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر على اليمين، وتفعيل خاصية الإشعار بالضغط على الجرس، ولا تنسوا دعم القناة بلايك ومشاركة روابط الفيديوهات مع أصدقائكم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكل من يشاهد هذا الفيديو على قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. فيديو جديد ووصفة سحرية جديدة. سأقدم اليوم وصفة فعالة جدا للتخلص من القشرة في الرأس وعلاج قشرة الشعر. هذه الوصفة هي حصرية على قناة وصفة سحرية، وهي وصفتي السحرية التي أستعمل منذ زمن لكي أتخلص من القشرة في الرأس. هذه الوصفة ليس فقط تزيل القشرة بل تعالجها نهائيا وللأبد، أي أنك إذا داومت على هذه الوصفة السحرية مرة فقط كل أسبوع فلن تعاني أبدا من القشرة البيضاء التي تكون محرجة، لأنها تعطي مظهر عدم النظافة، نظافة شعرك. طبعا القشرة في الشعر لها أسباب عديدة مثل جفاف الجلد وغسل الشعر بالماء الساخن جدا ونقص من العديد من الفيتامينات والمعادن في فروة الرأس، وأسباب مرضية كالإكزيما والصدفية، وأيضا بعض الشامبوهات الكيماوية والمستحضرات الكيماوية للعناية بالشعر تسبب القشرة. لذلك يجب أخذ كل هذه الأسباب بعين الاعتبار ومعالجتها، ولكي تتخلص نهائيا من القشرة في الرأس أنصحك وأنصحك بهذه الوصفة السحرية، فهي كما قلت لكم مجربة ومني شخصيا، وهي العلاج الأنسب لقشرة الشعر، وهي تستحق التجربة نظرا لفعاليتها. إذا مكونات الوصفة، سوف تحتاجون إلى مكونين فقط. سوف نحتاج إلى أول مكون، كما لاحظتم إنها المياه الغازية الفوارة، طبعا هي تباع في العديد من السوبر ماركت وكذلك من محلات بيع اللوازم الغذائية. طبعا هذه المياه هي فوارة وفوائدها عديدة جدا، هي فعالة جدا في التخلص وعلاج القشرة في الشعر. نعم فعالة جدا. وسوف نحتاج إلى المكون الثاني، إنه خل التفاح. نعم خل التفاح فعال جدا في التخلص من قشرة الشعر، فهو يطرد كل البكتيريا التي تسبب جفاف الشعر وكذلك يعالجها ولا يجعلها تعود مرة أخرى. إذن طريقة تحضير هذا العلاج للقضاء على القشرة ونهائيا، إذن تأخذون مقدار كوب من المياه الغازية، مقدار كوب واحد كافي، ثم سوف تأخذون خل التفاح مقدار ملعقة من خل التفاح بهذا الشكل، ثم تخلطون جيدا المكونين معا وتحصلون على هذا المحلول الرائع جدا للتخلص من قشرة الشعر. وطريقة استعمال هذه الوصفة على الشعر، يمكنكم أن تضعوا هذا المحلول في رشاش أو بدون رشاش، طبعا حسب الاختيار الطريقة التي تناسبكم يمكنكم تطبيقها، ثم تقومون برش هذا المحلول على فروة الرأس، تضعونها على الفروة بالضبط دون الخصولات حتى تتأكدوا أن هذا المحلول قد غمر كامل جلدة الرأس،
وطبعا هذه العملية بعدما تنتهون من غسل شعركم تعتمدونها كمرحلة أخيرة في غسل الشعر، وتتركونها ولا داعي لشطف شعركم، أي تتركون هذه الوصفة على فروة الرأس، وطبعا تتركون شعركم ينشف، وتداومون عليها مرة كل أسبوع. فمن الاستعمال الأول ستختفي القشرة وسيصبح جلد الرأس صحي وصافي بدون أي حكة أو قشور. نعم، فهذه الوصفة تعالج حتى الحكة والحبوب والالتهابات التي تكون في جلد الرأس، ويمكن للجميع استعمال هذه الوصفة، للرجال والنساء وخاصة الرجال لأنهم يعانون من القشرة أكثر من النساء، فهذه الوصفة سوف تشفيهم بإذن الله من القشرة، من الحكة كما قلت لكم. جربوها فهي مضمونة جدا. إذا أصدقائي صديقاتي، أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو وأن تجربوا هذه الوصفة، فهي فعالة جدا ومجربة كما قلت لكم ومني شخصيا. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا لايك للتشجيع، واعملوا مشاركة لرابط الفيديو لإفادة غيركم ولدعم القناة في نفس الوقت. وإلى اللقاء في وصفة أخرى بإذن الله.